زول واني الكهرر الحركة الأمازيغية بوسط الريف خما ندخل ديك لويس 95 معركة أنوال المجيدة سابجن الشعار على درب 21 نضال مستمر حتى التحرر الشكل لغي بروغراما أثنك غاونة صوب نخكو بالاتا مجليس الجماعي لما يسمى بتاليذي تمشي لمسني شرقان سنوال نفاذي لقوات القمع المخزنية بكافة تلاوينها ترابط في جميع المناطق في ذرع تفروضة الزروطات العتاد اللوجيستيك القمع المخزني المعتاد أخمد يوسى غاشن أخمد يوسى دي مهمة حربية الناس يخمايين تفيذ واتيري واش نتخصها نيخوا واخا كتبي بني اللي نشي نتبنى العنف نيخ الحركة الأمازيغية بوسط الريف ما مشت ديك نقول أذيال النظام المخزن عبر الشيوخ قدام رجال الاستعمال المغابرات كارز كتجن العنف تقول وان كراس كاس طاحن طاز شاد نسوزرو نوسد نبدر دمشان الشكل نوس الثاني غادي كارن الشكل وجينا واد مكان المخزنية دينا وسيتي دار مالي ديك الشكل وشي امر ستة دخول واد منين بول اسباب ما غا بنزي يتعقد ديثن انوار نيثني سوار المندوبية السامية اللي ما يسمى بقدماء المحاربين وجيش التحرير سوارت كارج معركة أنوال مدخل للكفاح الوطني أخمي موري موحن جيجة دشريش للكفاح أكعل الفاسيد بن عبود ذي مارن شكامن إغريم ذي المدارس الحماية الفرنسية طاون سنذي نقرح سنس المغرب ذي إكس ليبان كارج المقاومة المسلحة تتشعش ليس تدي فرز ما يسمى بثورة الملك والشعب مدى سداني تسيني ذو الدير كموري موحند كائد معركة أنوال واني وميكينا يوسف العلاوي وميكي بارك فرنسا الناس هني أن لكم بقضائكم على ثورة الفتان يرح غاز غافاس الناس كتجي أبيك أيها الفتان يعرض خص موري موحند الناس كتجي أبيك يا أسير فرنسا يرح غا كسر فيرساي كركب الأنخابة هناك وبارك للفرنسيين قضاء على الثورة الريفية باستقبال الغازات السامة والكيماوية التسندي وذنينا كارش كالذيني ونتي مجاهد زي سوق العرب على الغرب أضبط لك سيريد سلا جت ربط نتا ذي أنوال وكثينا كعطة سجيري فيين يبري واحد جيبو ذني ذني يتري واحد مكيع بول من لحمية منوال يتري واحد بحني ريفي خما التسد أصنت صحة المغالطة ذينا أصنتيني المعركة منوال كنتيري فيين وشين تسي ذا من سن نتني نجي راح نسيف معن عاران قطعني مدرعات بابات سيلفستري غدرن ما يزيد عن 20,000 مقاتل إسباني يتسد ديك سيدراك الزرواطة يكعرش توسيد ذي تشويش تخلي دينو تدخلي دنس ميزي يتجا يتجاك المعتاد الزرواطة ذا القمع وغيره دليل على ذلك أمشي نواني تماني تجاو نوال يمريجي تجاو يمريجي دولة نيشان أمني نعد في الدولة أم ثاني تنسيس كرسب هذه النهار مرد لدي يوم وعمد السنين باش عاوي لفكوش النهار من يسهر المنايا لا صحة لا تنمية التهميش المهجارين نكوريش من يجي تلع وسكي عذاك شو ذبقنا في كنوار وسكي عذاك شدي عريف وسكي عذاك شن جي شوشان من يخشيني ريفيني إذا من سن أسيني ذاك شدي كان ظهار نيخد دي كان دوس ذانيتا ليسيا كواني تقمت في ذاك مخ الدولة المغربية النظام المخزني أبان عن فشله الذريع تم الزوارون في مسح الهويات الذاكرات الريفيين ما يميز الدكة في كانت تخلي دي ديك المخزن يعسوا ماذا خيمها نجر ماذا ديك وين ماذا ديك الأقزام الخوانة المرتزقة دي شبكة من دي بياعا يني راح نشمع شعر نشمع غادي دي بوجلود اليوتي مميجاية رشد دعنس الشيفة يني يعزوا ماذا ديسوا هذه التاريخ الرسمية للأبطال المقاومين الحقيقيين لا زالوا في قبورهم يعانون من الحصار ويعانون من التهميش وتعاني أسماءهم من المنع حتى ولو بالذكر في يومين كيوم 21 يوليوز وعلى أرض أنوال الطاهر.